كان يا مكان عميقا في الغابة، قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة تطلق على نفسها اسم السنافر. ويلكم باك عزيزي المشاهد. كنظن ما كاين شي واحد فينا ما كيعرفش داك الكارتون تاع السنافر، هذوك العباد الزرقين اللي عايشين في الغابه في وسط واحد المنازل مصيبه من الفطر. الكارتون ديال السنافر كنا كنشوفوا فيه يوميا مغامرات زوينه وممتعه لهاد المخلوقات الخياليه. كيف كنعرفوا ان السنافر هما دوك المخلوقات الطيبه الكيوت وشرشبيل هو داك الرجل الشرير والبشع. اما في القصه الحقيقيه كاين العكس ديال هادشي تماما، لان السنافر كيمثلوا مخلوقات شريره وشرشبيل كيمثل الخير والطيبوبه. قبل ما ندخلوا اصدقائي في التفاصيل ديال القصه الحقيقيه، اجي بعدا نتعرفوا شويه على القصه اللي كاملين شفناها في الكرتون. وما كنظنش باللي كاين شي واحد ما كيعرفش السنافر. القصه اللي شفنا كتقول ان السنافر هي واحد المخلوقات عجيبه صغيورين وكيوت عايشين حياتهم بسلام، ما باغيين لا صداع ولا مشاكل. كيعيشوا في وسط الغابه في بلاصه ما كيوصلش ليها بنادم، دايرين واحد القبيله بيناتهم والمنازل ديالهم عباره عن فطر، وكل واحد فيهم كيتميز بواحد الميزه او خاصيه اللي ما غاديش تلقاها عند واحد اخر. مثلا الى بقيتو عاقلين كان واحد فيهم سميتو سنفور اكل، وهذا كان دائما فيه الجوع وفي نفس الوقت كان هو اللي كيطيب الماكله للسنافر. وكاين ايضا حتى سنفور نجار، وغير من سميتو راه باين المهنه ديالو شنو هي. وكاين ايضا سنفوره واللي كتعتبر هي البنت الوحيده في القبيله، والشاف ديالهم او القائد سميتو بابا سنفور، وهاد بابا سنفور هو اللي كيوريهم الطريق فاش كيطيحوا في شي مشكل. ولكن بطبيعه الحال هاد السنافر ما غاديش يعيشوا بسلام كيف كانوا باغيين، لانه كاين واحد الرجل شيباني مشعوذ سميتو شرشبيل باغي يصيدهم، وانما كاع المحاولات ديالو باش يصيد السنافر دائما كتكون محاولات فاشله. وطبعا هذا الفشل خلاه كل مره يزيد يكرههم ويحقد عليهم اكثر واكثر. شرشبيل كان عنده جوج معتقدات، الاعتقاد الاول هو انه الا شد السنافر وكلاهم غادي يقدر يكتسب واحد القوه خارقه، اما الاعتقاد الثاني هو انه الا شدهم وقتلهم يقدر يحولهم الى ذهب. وفعلا شرشبيل شحال من مره كيقدر يشد السنافر، ولكن دائما في الاخر كيهربوا ليه قبل ما ياديهم. داكشي علاش كان كيبقى يقول اكرهكم ايها السنافر. كانت هذه هي القصة اللي كاملين شفناها فاش كنا صغار. ودابا اجي نتعرفوا على القصة الحقيقية ديال هاد السنافر شنو كتقول. الرواية الحقيقية ديال السنافر قديمة شوية وجات من القرن 12 والقرن 13. الرواية كتقول ان شرشبيل تولد في وسط عائلة فقيرة جدا في الشمال ديال اسبانيا. شرشبيل كان شخص طيب وكيحب الخير، ولكن الفقر الشديد ديال عائلته ما سمحش ليهم باش يربيوه ويصرفوا عليه، لهذا الام ديالو تخلات عليه قدام واحد الكنيسة. والغد ليه دوك الباباوات لقاو بيبي صغيور قدام الكنيسة. القصة كتقول ان الطفل الرضيع بقى عايش مع دوك الرهبان في الكنيسة حتى كبر وصبح حتى هو كاهن فيها. شرشبيل قسم انه غادي يدير اللي في جهده باش يحمي الكنيسة، وقسم ايضا انه غادي يقضي على كل انواع الشر اللي كاينه في العالم. القصة كتقول انه بسبب حبه الشديد للخير نزل عنده ملك من السماء، وهاد الملك هو ملك الموت عزرائيل، وكيقولوا انه نزل عنده باش يعاونو يتخلص من جميع انواع الشر الموجودة في هاد العالم. وبطبيعة الحال هادشي مجرد خرافات وخزعبلات ولا اساس له من الصحة، ما عمره ما كان وما عمره غادي يكون. وحنا فقط اصدقائي كنقولوا داكشي اللي جا في الرواية. هما حسب المعتقدات ديالهم كيقولوا ان الملك كان كيمثل القط هلهول اللي كاين في الكرتون. اقولها واكررها، كل هذا مجرد خرافات فقط. ولا لاحظتوا ان هلهول دائما كيعاون شرشبيل باش يشدوا السنافر، وهذا كيعني ان شرشبيل وهلهول كيمثلوا الجانب الصالح في القصة الحقيقية، وكانوا عايشين طول هاد المدة في احد الكنائس سميتها كنيسة البرج الاسود. ولا رجعنا للجانب الاخر اللي هما السنافر فكانوا كيمثلوا الجانب الشرير والشيطاني في القصة الحقيقية. وهاد الكائنات حسب الاعتقاد ديالهم كانوا عبارة عن ارواح شريرة عايشة في الغابة، كما انهم كانوا كيتكاثروا يوم اكتمال القمر، والطريقة اللي كانوا كيتكاثروا بها هي عن طريق استعمال السحر، يعني باستعمال التعاويذ السحرية. الرواية كتقول ان السنافر كانوا كيمثلوا الخطايا السبع المميتة. نو ماشي هادو. وفي المعتقد ديال الديانة المسيحية ان هاد الخطايا السبع هي اللي كتخلي الانسان يطيح في الفاحشة، ومن خلال الاسم ديالهم غادي تعرف ان عدد الخطايا كينقسم الى سبع اقسام: الجشع والشراهة والغرور والحسد والشهوة، وكاين ايضا الغضب والكسل. وإلا لاحظتوا غادي نلقاو ان كاع هاد الصفات الخبيثة كاينة في السنافر. وإلا بدينا بأول خطيئة اللي هي الجشع، واللي هو عدم الرغبة في مشاركة الأشياء مع الآخرين، والشخص اللي فيه هاد الصفة عادي جدا أنه يؤذي ناس أخرين في سبيل تحقيق الثروة، ويجمع أكبر عدد من الأموال والأملاك. وإلا جينا نشوفوا هاد الصفة بالضبط غادي نلقاوها كاينة عند سنفور طمع، حيث بكل بساطة سنفور طمع ما كانش كيحمل يشارك الممتلكات ديالو مع باقي السنافر، وتقدر توصل به الدرجة يسرق منهم باش يولي عنده ممتلكات أكثر منهم. ندوزو دابا للخطيئة الثانية واللي هي الشراهة، واللي كتعني حب تناول الطعام بطريقة مفرطة، يعني الواحد كيبقى غير كيطحن اللي لقاها قدامه فحال الطاحونة. وهاد اللعيبة بالضبط كانت عند سنفور آكل، وهاد السنفور هو اللي كان خارج ليهم على بيت الخزين اللي كاين في القبيلة.
ندوزو دابا لخطيئة الغرور اللي كنلقاوها عند سنفور مغرور اللي دائما كيشوف راسو في المرآة وكان كيتباهى بالجمال ديالو كيحسب راسو اجمل وافضل من باقي السنافر. خطيئة الحسد كتمثل سنفور فضولي، وان الفضول الزائد غالبا كيكون المصدر ديالو هو الحسد، ولا انه كيقلب على المشاكل باش ما يخليش الناس يعيشوا مرتاحين. وخامس خطيئة هي الشهوة، ونقدروا نقولوا عليها هي الحب المبالغ فيه للاشخاص او الاشياء، وهذا كنشوفوه واضح جدا في الكرتون تاع السنافر، حيت كلهم كيحبوا سنفوره وكيبغوا يلفتوا انتباه ديالها باي طريقه، وهذا الشيء بكل بساطه لانها هي البنت الوحيده اللي كاينه في القريه. ندوزو دابا لخطيئه الغضب واللي كيمثلها سنفور غضبان، وكنشوفوه دائما مكره وطالع عليه الدم وكيتقلق على اتفه الامور. اخر خطيئه هي خطيئه الكسل، كنظن راكم عارفين السنفور اللي كيمثلها، اي هو هذا سنفور كسلان ولا سنفور كسول، كل واحد وشنو كيبغي يسميه، واللي كان دائما نعاس وحتى فاش كيفيق من النعاس كيبقى يفكر غا فوقاش يرجع ينعس مره اخرى. زعيم القبيله اللي هو بابا سنفور، هذا كان هو الحاكم ديال القريه اللي كيحل لهم كاع المشاكل. الا لاحظتوا ان كاع السنافير لابسين طرابش بيضين الا بابا سنفور بوحدو اللي كان عنده طربوش احمر، وهذا على حسب الروايه الاصليه هو راس الشر والذنوب، يعني انه كيمثل ابليس شخصيا. ودابا عرفنا الهدف الاساسي ديال الشرشبيل هو يقضي على كاع السنافير اللي كاينين في القريه، حيث هما المصدر ديال الشر اللي كاين في العالم. الرواية ديال السنافير بقات كتنتقل ما بين رهبان الكنائس لعدة قرون، يعني كل جيل كيدوزها للجيل اللي موراه، وكانت رواية شفاهية وماشي رواية مكتوبة، يعني فحال دوك القصص اللي كانوا كيعاودوا لينا شحال هادي قبل ما ننسوا. المهم فحال داكشي ديال الرمانة وبرطال تماما. طبعا هاد القصص كانوا منتشرين بزاف قبل ما يخترعوا الهواتف الذكية، اما دابا تقريبا غاديين وكينقرضوا، المهم قلت تقريبا نقرضوا. وقصة ديال السنافير بقات كتحكى شفاهيا لعدة قرون، حتى تكتبات أول مرة في سنة 1958، واللي كتبها هو الرسام البلجيكي بيير كوليفور، ولكن هذا الرسام ما خلاش القصة كيف ما هي، لا، بل أنه غيرها تماما، ورسم شخصيات لطيفة وكيوت وسماهم السنافر، وذاك الراهب اللي سميته شرشبيل رجعه هو الشرير ديال القصة. الحكاية ديال السنافر تكتبات في واحد المجلة سميتها جوهان بويس، واللي لقات واحد الشعبية وواحد النجاح باهر جدا عند القراء. وطبعا بيير فاش شاف الناس عجبتهم هاد القصة بدا كيكتب قصص اكثر واكثر، وفي سنة 1981 القصة تحولت الى كرتون اللي هو السنافر، وتشهر هاد الكرتون في جميع انحاء العالم، وهاد الرسوم كاملين تفرجنا فيه فاش كنا صغار. وكانت هذه اصدقائي هي القصة الاصلية والحقيقية ديال كرتون السنافر، كنتمنى تكون عجبتكم اصدقائي. هذه بعض المقاطع الجميلة اللي تقدر تعجبكم اصدقائي، وحتى لهنا غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.